لتعليقي على الموضوع مشاهدينا الكرام ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي التونسي الأستاذ زياد بومخلا. مرحبا بك أستاذ زياد، مرحبا في الاستوديو. أستاذ زياد، يعني بعد وفاة رئيس قايد السبسي، كيف تقرأ المستجدات الأخيرة، يعني تأدية رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر اليوم اليمين الدستورية؟ في البداية اسمحوا لي أن أعزي الشعب التونسي وأعزي نفسي في فقد جلل من قيمة رئيس الجمهورية المنتخب محمد باجي قائد السبسي، وعبره كل الشعوب العربية والإسلامية في هذا الفقد. الحقيقة الأمور تمضي بشكل طبيعي وسلس في تونس، باعتبار أن هناك إجماع لدى النخبة السياسية على ضرورة الالتزام بدستور البلاد، الحياة الطبيعية بالكامل في تونس، رغم أن هناك حدث جلل وهو فقد رئيس الجمهورية. اليوم تم تسليم عهدة البلاد إلى السيد محمد الناصر كما ذكرتم، في بحضور مكتب المجلس الذي يحضره كل رؤساء الكتل البرلمانية معارضة وموالاة، بما يشبه الإجماع التونسي اليوم على المضي قدما في إنفاذ الأجندة السياسية وكذلك الانتخابية. وهذا يعني يعطينا فكرة حقيقة على حجم التطور الذي حصل في المشهد التونسي، وباعتبار أن تونس بالفعل دخلت مرحلة الديمقراطية النهائية، وأنه اليوم كل الأمور تجري تحت سقف الدولة التونسية والدستور التونسي. وهذا يعني أن النخبة التونسية وصلت إلى مستوى من النضج يؤهلها لإدارة خلافاتها ضمن هذا السياق الذي يخدم مصلحة تونس ويدفع تونس بالأمام نحو أن تمضي قدما، رغم أنه محيطها فيه الكثير من التعثرات، ورغم أنه كذلك توجد ظروف صعبة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، ولكن رغم هذا تونس تتقدم يعني بثبات. على ذكر الظروف الصعبة، هناك من يذهب إلى غياب الرئيس المرحوم السبسي، هناك أثر على الشارع السياسي وعلى أيضا على حزب نداء تونس الذي يشهد خلافات كبيرة منذ فترة. هل تراه ربما سيرأى بالصدع بعد وفاة السبسي؟ الحقيقة السبسي سيترك فراغا هائلا في العائلة الدستورية عندنا في تونس. العائلة الدستورية مقصود العائلة التي حكمت البلاد أبان حقبة الدولة الوطنية ما بعد الاستعمار، ولا شك أنه هو جاء في 2014 ليوحد هذه العائلة، ونجح بالفعل في صناعة التوازن مع حركة النهضة لما فاز في انتخابات 2014. ولكن غيابه عن سدة يعني الحزب وذهابه إلى قصر قرطاج ترك فراغا كبيرا في الحزب، خاصة مع ظهور نجم ابنه حافظ قائد السبسي وأثار هذا على مستوى حزبه والتصدعات التي حصلت. تقدير أنه غياب الباجي قائد السبسي سيترك أثرا بالغا في هذه العائلة، خاصة أن العائلة لا توجد من بينها من يجمعها ومن يذهب بها موحدة نحو الاستحقاقات السياسية القادمة. وهذا قد يربك الأجندات السياسية في المرحلة القادمة في تونس، لأنه بالمناسبة هناك فعليا حزب واحد متماسك إلى حد الآن، الأحزاب الأخرى كلها تعيش حالة من المخاضات الكبيرة، وهذا قد يهدد التوازن السياسي في المرحلة القادمة في تونس بين حركة النهضة وغيره من الأحزاب السياسية. لحزب النداء التونسي الذي يشهد خلافات كبيرة منذ فترة، غياب الرئيس السبسي عن الشارع السياسي كيف سيترك من أثر على هذا الخلاف؟ هل ستزداد هذه الخلافات حدة؟ بالمناسبة البرلمان التونسي تأثر بشكل كبير جدا في السنوات الماضية بخلافات نداء تونس، باعتبار أنه حصلت تشققات كبيرة على مستوى الكتلة البرلمانية أثرت على أداء البرلمان وعلى المصادقة على جملة من المشاريع القوانين. ولكن الآن نحن دخلنا المرحلة الانتخابية، يعني هذه الأزمة داخل نداء تونس تؤثر ممكن على نتائجه هو في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، ولكن تقدير أنه تأثيرها محدود الآن على المسار الانتخابي والسياسي، باعتبار أنه نحن دخلنا الزمن الانتخابي، وزاد يعني دخول تونس في هذا الزمن الانتخابي بهذه الحادثة والحدث الجلل اليوم بوفاة رئيس الجمهورية. لأنه الآن نحن نتحدث عن انتخابات رئاسية مبكرة عن موعدها الذي كان في شهر 11، اليوم أعلنت الهيئة أنه سيكون شهر 9، وكذلك انتخابات تشريعية في شهر 10، ولذلك نحن دخلنا الزمن الانتخابي، وكل الأحزاب السياسية أصلا بدأت في تقديم قائماتها الانتخابية، يعني فالجميع يتشوف لهذه المحطة الانتخابية والجميع يراهن على هذه المحطة ليجد له موقعا في التركيبة السياسية القادمة. هناك ربما من انتقد وأخذ على السبسي بأنه رجل كبير في السن، وتونس بعد زين العابدين بن علي يحتاج إلى قائد شاب، كيف تنظر إلى ذلك؟
لا شك انه كانت هناك الكثير من اللغط حول شخصيه الباجي قادسبجي. شخصيه الباجي قادسبجي شخصيه جدليه بالمناسبه، لا شك انه هو صاحب خبره كبيره جدا وباع كبير في السياسه التونسيه، راها يعني زامن كل الفترات السياسيه التي مرت على تونس منذ الاستقلال الى اليوم. ولا شك انه هو استطاع انه يعود من بعيد، لانه هو قبل ثوره الحريه والكرامه كان في حاله بين قوسين بعد عن الحياه السياسيه بسبب الازمه التي نشبت بينه وبين الرئيس السابق. الان بالفعل تونس تحتاج تجديد في النخبة السياسية، ليست فقط قضية شاب يقود المرحلة. ممكن رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد كسر المعادلة التقليدية الكلاسيكية عندما كان رئيسا للحكومة، وكسر كذلك المعادلة مرة أخرى عندما تغلب في الصراع الذي دار بينه وبين الباجي قائد السبسي عندما فرض نفسه في استمرار على رأس الحكومة. الآن بالفعل تونس تحتاج إلى نخبة جديدة، تحتاج إلى تجدد على مستوى منظوماتها الحزبية حتى تكون قادرة بالفعل على قيادة البلاد بشكل أكثر اقتدارا في المرحلة القادمة، وهذا من مواطن الخلل الحقيقة في التجربة التونسية. كيف تقيم الوضع الآن في تونس؟ هل هو إلى هذه الدرجة من الهشاشة بحيث تقوم الأحزاب بالتوصية لجميع الأحزاب في تونس أوسط بالحفاظ على استقرار البلاد؟ نعم، المشهد فيه أقدار من الهشاشة، ولكن فيه أقدار كذلك من الصلابة. الصلابة تكمن في مدونة السلوك إن صح التعبير التي تجمع النخبة السياسية في تونس، أنه الجميع كما قلت في بداية كلمتي يتحرك ضمن دستور البلاد وضمن مؤسسات الدولة، وهذا حافظ كبير للاستقرار داخل البلاد. ولكن للأسف المنظومات الحزبية لم تستطع أن تتمظهر بشكل الكافي وبشكل مقنع للهيئة الناخبة، لأنه لدينا مشكل كبير الآن في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة. وعلى سبيل المثال الاستحقاق البلدي الأخير كانت نسبة مشاركة الحقيقة ضعيفة جدا، وكذلك هناك ما يهدد الانتخابات القادمة بمشاركة ممكن تكون أضعف. لذلك هناك معضلة حقيقية في التواصلية بين الأحزاب والمكونات السياسية وبين الشارع التونسي وخاصة فئة الشباب والمرأة، بما يجعل أن العملية السياسية ما زالت تحتاج إلى كثير من المعالجة والكثير من إعادة بناء المشهد السياسي الحزبي بشكل يقنع الشارع التونسي ويقنع الناخب التونسي أن تونس تتقدم وتحقق نتائج إيجابية، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيش صعوبات حقيقية مع تزايد نسب الفساد، مع تراجع مؤشر التنمية رغم بعض المؤشرات الإيجابية في الأشهر القليلة الماضية. الكاتب والمحلل السياسي التونسي زياد بومخلة، شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم.